بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر طارق فؤاد، كبير معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة دكتور يحيى المشد الرسمية للغات، ومؤلف كتاب إكسلنس. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية للغات، النهاردة معاكم فيديو شرح للوحدة الثامنة يونت 6 من كتاب لينك. طبعا المادة العلمية مستقاة من كتاب إكسلنس. أتمنى الشرح يعجبكم، بس لازم تكملوه للآخر عشان تعم الفائدة. وما تنسوش قبل الشرح الاشتراك في القناة اللي لسه مشتركش، وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو، ولو في أي استفسار أو سؤال تسيبوه في التعليقات. نبدأ على بركة الله، يلا بينا. نبدأ بالفوكابلوري. ليجر، وقت الفراغ، طعم تساوي برضو free time، وهنا ممكن نقول ليجر time. background، خلفية. leaflet، كتيب. wild، طبعا معناها متوحش أو حاجة برية. territory، إقليم. facilities، المرافق أو التسهيلات أو الخدمات الإضافية. shelter، مأوى. plenty of، كثير من. chance، فرصة. various، متنوع. variety، التنوع نفسه. tame، معناه أليف أو يجعله أليف. tour، جولة، وفي الغالب جولة سياحية. acre، فدان أو وحدة قياس للأراضي الزراعية. equipment، معدات، وناخد بالنا أنها بتيجي مفرد. safari park، حديقة حيوان مفتوحة. organize، ينظم. membership، عضوية. brilliant، معناها لامع أو ذكي جدا. break، فسحة، وليها طبعا معنى تاني يكسر. chance، فرصة. kiosk، الكشك. transport، نقل. jungle، الأدغال. species أو species اللي هي الفصائل أو أجناس الحيوانات. natural، reserve، محمية طبيعية. entrance، مدخل. ميز، نبات الذرة. ميز، متاهة، وناخد بالنا في الفرق في السبيلينج وطبعا المعنى. opportunity، فرصة. accurate، دقيق. exact، بالضبط. approximate، تقريبا أو حاجة تقريبية. instructor، مرشد أو موجه أو معلم. biking، ركوب الدراجات، وممكن برضو تيجي cycling. extreme، غاية في الشدة أو شديد جدا. exhausted، منهك أو متعب جدا. upselling، معناها الهبوط من قمم الجبال. teenage boy، ولد مراهق. the same، نفس الشيء. نخش على reading link، وهي بتتكلم على safari park، يعني حديقة حيوان مفتوحة في بريطانيا. طبعا هي كان اسمها long lead، افتتحت سنة 66، وطبعا قبل كده كان الناس بتروح حدائق الحيوان وتشوف الحيوانات المحبوسة في الإقفاص، فدي فرصة انهم يشوفوا الحيوانات على طبيعتها في الوايلد لايف او الحياة البرية. بيتكلم على نوعية الحيوانات بقى في نمبر بي هنا، وبيقول لك ان هي مقسمة لثمان اجزاء. جزء يخص حيوانات شرق افريقيا زي الافيال والقرود وكلام دوت، واجزاء اخرى، وكلها في حوالي 40 سلالة او جنس حيوان مختلف. بعد كده في نمبر سي بيتكلم على الفاسيلتيز او الخدمات الاضافية المتاحة في البارك ديت، فبيقول ان طبعا في اماكن كويسة جدا للعائلات انها تتفرج وتشوف، وحتى ما تيجي تريح، يعني في كافيهات وفي اكشاك لبيع الاشياء ومطعم وكده. في نمبر دي بيقول دي اكستراز، معناها اشياء اضافية. بيسألك يعني هل قبل كده اطعمت بنفسك دير، يعني غزال او احد كلاب البحر والكلام ده، طب اطعمت اي حيوان بنفسك وكده. يعني انت ممكن في السفاري بارك تشتري اكل من الكيوسك الموجودة وتطعم الحيوان بنفسك. نخش بعد كده على الديفينيشنز او التعريفات. game، wild animal which are hunted for a sport food. طبعا اللفظ game ليه معنى تاني لعبة. chance، فرصة أو احتمال.
a possibility of something happening, especially something you want. Among طبعا surrounded by يعني عاملة زي between كده بس ما بين أكتر من شخص اللي هي باينة يعني exact يعني correct أو accurate حاجة دقيقة جدا plenty of يعني a large amount of أو a lot of وهكذا. leisure احنا قلنا قبل كده اللي هو الفري تايم أو وقت الفراغ اللي بتقدر تعمل فيه أي حاجة بتستمتع بيها غير الشغل. facilities قلنا اللي هي الخدمات الإضافية أو المرافق زي building services equipment وهكذا. Safari Park قلنا ان هي حديقة حيوان مفتوحة a park in which wild animals move around freely. نخش على بعض language notes. عندي كلمة among زي ما قلنا من فوق أكتر من اتنين معناها بينة أما between فهي ما بين اتنين. My house is among the trees. البيت بتاعي ما بين الأشجار. The bowl is between the table and the chair. الكورة ما بين الترابيزة والكرسي بقى ما بين حاجتين خدت between. Journey و trip وفلايت طبعا جيرني رحلة طويلة وعادة برية تريب رحلة قصيرة ومعروف هترجع فيها على طول منها على طول فلايت رحلة طيران وطبعا في كلمات تانية زي فويج مثلا لرحلة بحرية أو كروز رحلة بحرية برضو أو نهرية he went on a long journey هو راح في رحلة برية طويلة across India he went on a school trip راح في رحلة قصيرة مع المدرسة to the museum. Our flight to London was cancelled due to the bad weather. رحلة الطيران بتاعتنا لندن اتلغت بسبب الطقس السيء. نخش بعد كده على بعض ال expressions وال prepositions. In charge of مسؤول عن وناخد بالنا من الحروف الجار اللي بتيجي معاها. A bite to eat وجبة خفيفة. By chance يعني luckily بالصدفة أو بالحظ. In the middle of في منتصف take part in يشارك وقلنا عاملة زي participate a boat trip رحلة بالقارب pick up يلتقط أو ينتقي prepare for يجهز لي join in with يشارك في plenty of كثير من divide into يقسم إلى أو يقسم إلى أجزاء يعني far from بعيد عن go on a tour يذهب في جولة miss the chance يفوت الفرصة أو تضيع منه الفرصة. الريجولر فيربس هنا عندي زي think thought thought فيرب to be اللي هو في مضارع am is are بيبقى was or were و been drive drove driven drink drank drunk feed fed fed لو time choose chose chosen build built built break broke broken do طبعا أو does did Done. نخش بعد كده على الجرامر الجرامر بتاع هذه الوحدة هو مش جرامر جديد هو review of tenses يعني مراجعة على الأزمنة فبنراجع بسرعة التكوينات ونتكلم كده في دقيقتين على كل زمن فيهم The present simple أو المضارع البسيط طبعا بيتكلم على habits أو الفاكتس بيتكلم على العادات أو الحقائق أو على التايم تيبلز جدول المواعيد سواء في المضارع أو المستقبل التكوين بتاعه طبعا بجيب المصدر او التصريف الاول للفيرب طبعا لما يكون الفاعل اي او وي او ذي او يو او الجمع اما لو كان مفرد او هي او شي او ات بيبقى الانفينيتيف زائد اس او يس او اي اس يعني اقول اي بلاي فوتبول لكن اقول هي بلايز فوتبول واهم الكلمات اللي بتيجي معاه طبعا زي كلمه every اي حاجه every day every week وكذلك adverbs of frequency أو اللي هي بيسموها ظروف التكرار زي كلمة usually اللي هي معناها عادة أو always دائما أو often غالبا أو ممكن كمان never اللي هي أبدا ومكانهم ما بين الفاعل والفعل يعني أقول هي usually plays football نخش بعد كده على الزمن التاني وإحنا بنعمل طبعا مراجعة سريعة مش بناخد بالتفصيل لأن كل ده اتكلمنا عليه قبل كده في الوحدات اللي قبل كده البريزنت كونتينوس المضارع المستمر هو بيتكلم على something is happening now يعني شيء بيحصل دلوقتي وعاوز اقول ان المضارع المستمر ممكن برضو يعبر على حاجة هتحصل في المستقبل بس متخطط لها ومترتب لها تماما طب التكوين بتاعه am is are plus verb plus plus ing يعني am طبعا عارفين مع i و is مع المفرد او هي او شيء او it و are مع الجمع we و they و you وما ننساش ان اشهر الكلمات الدالة على هذا الزمن هي كلمة now وممكن يجي برضو كلمة at the moment او at this moment او at present وممكن اقول look بس كفعل امر في الاول او listen ك
كان فعل أمر برضو في الأول أو watch out. نخش بعد كده على زمن الباست سيمبل الماضي البسيط، وقلنا الماضي البسيط ده بيعبر عن زمن حصل في الماضي وانتهى أو حدث يعني حصل ملوش علاقة بالمضارع، بس لازم في جملة الباست سيمبل نذكر الحدث حصل إمتى. طب هو تكوينه إيه الأول؟ الفورم بتاعه التصريف التاني للفعل، لو هو فعل ريجولر منتظم طبعا هزود للأصل الفعل اي دي او دي او اي اي دي لو اخر واي يعني بحولها لاي وبعدين نحط اي دي، زي مثلا عندي ستادي قلنا ايه ستادد شلنا الواي وحطينا اي اي دي. اما بلاي طبعا ما غيرناش مع ان اخرها واي لان قبليها حرف متحرك، يبقى لو الفعل المضارع منتهي بحرف منتهي بالواي وقبليه حرف متحرك ما اقدرش اغير الواي ديت لاي اي دي، بسيبها زي ما هي زي في بلاي وزي ستاي برضه. arrive أخرها إيه فأحط دي بس arrived، use يبقى used. طبعا ما ننساش إن في أفعال شاذة كتير ولازم دي نحفظها، وإحنا بنحفظها من ابتدائي primary يعني، زي مثلا eat ate go went see saw أو buy boot catch coat وهكذا. نخش بعد كده رابع حاجة هي شوية ليها علاقة بالماضي البسيط اللي هي used to اللي هي معناها كان معتادا أو اعتاد أن في الماضي، خلاص بتدلها على عادة قديمة لا تحدث الآن، يعني كانت الهابت بتاعته. لما اقول مثلا it was her habit to visit her grandmother every day كانت عادتها زمان انها تزور جدتها كل يوم، يبقى لما اجي استخدم used to هشيل كلمة it was her habit ديت واحط مكانها she used to. لما اجي احط بقى used to فانا على طول بعديها بجيب المصدر فاقول she used to visit وبكمل بقية الجملة. هنا معمولة sister طبعا فوق grandmother، طب كده بحط نفس الحاجة ما بغيرش طبعا، بس ده كاكزامبل اخر يعني. طبعا زي ما قلنا نيوز ذا توب للتكوين بتاعها بيجيب وراها المصدر، وفي النيجاتيف بقول didn't use to يعني اقول I didn't use to play in the club but I do now في حالة السؤال، فبقول طبعا did use to did الفاعل used to. طب اقول لك did you use to هل كنت متعود تعمل كذا ولا لا. نخش بعد كده على الزمن الرابع هو الباست كونتينوس او الماضي المستمر. طبعا هو بيعبر عن ايه الماضي المستمر؟ عن كذا حاجة، اهمهم عن حدث كان مستمر في الماضي في فترة محددة، يعني ما بيحصلش الوقت كان في الماضي في فترة محددة، الساعة 3 مثلا امبارح كان بيعمل كذا او من 3 ل 5 كان بيعمل كذا. وممكن كان بيعبر عن حدث كان مستمر في الماضي وقطعه حدث تاني برضو في الماضي، يعني اقول مثلا while I was playing بينما كنت بلعب I fell down وقعت، يبقى في الحالة دي انا عبرت عن حدث قطع حدث آخر كان مستمر في الماضي. وممكن برضو الحاجة الأخيرة إن الماضي المستمر ده يعبر عن حدث كان مستمر في الماضي وكان معاه حدث تاني بيحصل في الماضي، يعني أقول مثلا while أو as برضو معناها بينما زي while as I was studying my father was watching TV بينما كنت أنا بذاكر والدي كان يشاهد التلفزيون. طبعا التكوين زي ما شايفين كده was a verb وعن بلاس فير بلاس اي ان جي. نخش على الزمن الخامس البريزنت بيرفكت او المضارع التام. المضارع التام ليه استخدامات كتيرة، اهمهم ان هو بيعبر عن حدث حصل من حبة صغيرين او بيعبر عن حدث مش عارفين حصل امتى او بيعبر عن حدث بدأ ولسه ساكن لغاية دلوقتي موجود واثره موجود. he has lived here وساكن هنا since 2000 منذ سنة 2000. وممكن نستخدم برضو بعض الكلمات مع هذا الزمن زي مثلا already اللي معناها بالفعل او just توان yet حتى الان ever من قبل never ابدا so far حتى الان lately مؤخرا recently مؤخرا for لمدة since ليه منذ. وزي ما قلنا ان since و for هم اهم حاجة في المضارع التام، since ممكن بيجي بعديها بداية الحدث يعني تاريخ معين سنة معينة يوم معين ساعة معينة ممكن أقول since last week مثلا، أما for فبيجي وراها المدة لمدة قد كذا، وطبعا بالتفصيل هنشرحينهم في زمن المضارع التام. نخش بعد كده للزمن السادس، وطبعا احنا بنستعرض الأزمنة كلها بسرعة عشان الوقت وفي نفس الوقت احنا خدناها قبل كده. الزمن السادس present perfect continuous أو المضارع التام المستمر بيعبر عن حدث بدأ من شويه وما زال مستمرا وفي اكشن يعني في حركه او في حاجه بتكمل. ولازم اقول هنا برضو المده بتاعته، يعني لازم احدد المده،
يعني مثلا اقول هو عمال يلعب بقاله ساعتين. He has been playing for 2 hours. ممكن اضيف كلمة now في الاخر يعني for و now تيجي. ممكن اقول كلمة عم كلمة all اللي هي طوال زائد فترة زمنية، اقول all the morning all the night وهكذا. طبعا since و for. نخش على زمن السابع وهو زمن الماضي التام او الباست بيرفكت، هو بيتكون من had plus bb. عايز اقول ان الماضي التام من الازمنة اللي لازم يجي معها زمن تاني او يجي معها اشارة الى نقطة زمنية اخرى. يعني اقول مثلا after I had played football، بعد ما لعبت كورة ها عملت ايه؟ I went home، رحت البيت. يبقى جه الماضي التام مع الماضي البسيط. يبقى الماضي التام هو الحدث الاقدم، استخدامه هو الحدث الاقدم في حدثين حصلوا فين؟ في الماضي. وممكن تيجي اقول مثلا انا عملت كذا مع حلول كذا، يبقى برضو اشارت لفترة. اقول مثلا we had finished November tests by the end of November، مع نهاية نوفمبر. يبقى الكلام ده حصل في الماضي. طبعا كلمات شهيرة بتيجي معاه روابط وهنخدمه بتفصيل كبير قوي قبل كده، ولكن اشهرهم زي قلنا after و as soon as و before و by the time و when و until و till. وعاوز اقول حاجة ملاحظة اخيرة قبل ما اسيب الزمن ده، until و till هي معناها حتى، وانا بفضل اترجمها الا لما. ازاي؟ لان until في الغالب لما تيجي حتى كمعنى يعني بيجي وراها وقت زمني معين او ساعة كذا، حتى الساعة الثالثة او حتى غدا او الكلام ده. لكن انا لما اجيبها بالمعنى مع حدثين حصلوا في الماضي ورا بعض، فلازم اجيب الحدث اللي قبلها يكون منفي. يعني اقول مثلا I didn't go home، انا مروحتش until I had played football، الا لما لعبت كورة وهكذا. نخش على بعض تعبيرات بقى المستقبل. ونمبر 8 future simple tense، زمن المستقبل البسيط. التكوين بتاعه ويل زائد المصدر طبعا، وبستخدم الحياة كتير قلناها ساعة استخدامات المستقبل للتنبؤ والتوقعات بدون دليل، الوعد والتهديد والتحذير والعرض والطلب والحقائق العمرية المستقبلية. ومع بعض جمل زي I think أو مثلا ممكن أقول I hope أو perhaps أو probably. لازم أجيب الجملة يكون فيها ويل. وطبعا أهم حاجة إن هي التنبؤات بدون دليل أو توقعات بدون دليل. أما going to، going to قاعدة لازم يجي قبلها am أو إذا are، وبعدين going to زائد الفيرب في الانفينيتيف في المصدر. بتستخدم التعبير عن الخطط والنوايا والقرارات المسبقة. وممكن كمان التنبؤ مع وجود دليل. يعني أقول there are dark clouds، هناك سحب سوداء. it is going to rain، يبقى الدنيا هت إيه؟ هتمطر. يبقى أنا خمنت هنا لأن بسبب الدليل. خلاص كده. بس زي ما اتفقنا قبل كده واحنا بنشرحه، إن الدليل ليس مع الصفات الشخصية، ليس مع الصفات الشخصية، وإنما مع الدليل المادي المرئي الموجود أمام. كده خلصنا الأزمنة، فتعالوا نبدأ ناخد شوية حاجات for now كده. Choose the correct answer. Number one, my uncle usually not fishing on Fridays. عمي عادة، usually طبعا قلنا من كلمات دل على المضارع البسيط، وطبعا ممكن تدل على الماضي البسيط كمان لو في إشارة للماضي في الجملة. لكن هنا مفيش إشارة غير بحقيقة عامة أو عادات زي on Fridays. فطبعا باخد جوز، ما باخدش جو ليه معناها مضارع، عشان ماي انكل مفرد. خلاص المفرد معاه اس او اي اس او اي اس. ميتلز المعادن، وين دي ار هيتد لما بيحصل لها ايه؟ لما تتسخن. طبعا المعادن دي حقيقه برضو، فبقول اكسباند. نخش على الجمله بقى بوايل. وايل اي واز جوينج. نمبر 3، وايل اي واز دوينج ماي هوم وورك، the phone، هنا التليفون قطع العمل الواجب، فبالتالي التليفون او the phone rang. جيب ماضي بسيط، يبقى while ماضي مستمر يقطعه ماضي بسيط. ومننساش ان while كمان كان ينفع معها ماضي مستمر والتاني ماضي مستمر لو ما قطعوش. number 4، I expect، واتفقنا اي جمل اولها I expect او I think او hope او perhaps او probably او اي جملة اشارة للمستقبل، فبجيب بعدها will. they not for dinner they will stay. I expect they will stay. Next month، الشهر الجاي. I not a new car. It is my plan. لما يكون دي خطتي، خطة لما حدد كده الخطة يبقى على طول اخد going to. طب لو كتب ان ده انا رتبت تماما لهذا الامر، فباخد المضارع المستمر are buying. لكن هنا ادم دي plan يبقى are going to buy. Number 6، I went to the cinema 3 years. انا رحت السينما، ده في ماضي اهو، من 3 سنين فاتت. طب ايه اللي بيجي في اخر الجملة مع الماضي البسيط؟ هي اجو. اجو قاعدتها ايه؟ بتيجي في اخر الجملة مع الماضي البسيط، بس بيجي قبلها مدة زمنية. نمبر 7، it's 2 weeks. it's هنا معناها مرة او فات.
فات أسبوعين نقط I lost so here من ساعة ما شفتها. طبعا دي جملة في الماضي البسيط فلازم أجيب إيه since، يبقى since ممكن يجي وراها بداية الحدث أو يجي وراها جملة ماضي بسيط. Number 8 I lost went swimming آخر مرة رحت أعوم نقط I was 18. الجملة هنا ما فيهاش its ولا إشارة ولا حاجة ولكن فيها كلمة lost. lost أول ما أشوفها معناها آخر مرة، بيجي معاها when. lost معاها يا جماعة when، يبقى أخد هنا إيه when، يبقى آخر مرة عمت لما كان عمري 18 سنة. As soon as وقلنا زي after برضو، we بمجرد ما احنا عملنا ايه our parents لوالدينا we started our journey بدأنا الرحلة، بمجرد ما قلنا لوالدينا. طب احنا قلنا لوالدينا يبقى ناخد ايه had told، يبقى as soon as زي after بيجي وراها ماضي تام ثم الاخر ماضي بسيط. وعاوز اقول ملحوظة هنا ان ينفع ما تتخضش لو جلقت as soon as او after او اي رابط زمني بعديه ماضي بسيط والتاني ماضي بسيط، ده بيدل ان الحدثين حصلوا في توقيت ورا بعض على طول، لكن هنا لان في فاصل ما بينهم وما بلغوهم وبعدين بدأوا الرحلة فعندنا had told. اخر جملة بقى after علي had graduated، بعد ما علي تخرج ادي ماضي تام اهو، محتاجين ايه بعديها؟ ماضي بسيط طبعا. he not in a company يبقى ايه he worked in a company. وكده يبقى احنا رجعنا على أهم الأزمنة اللي خدناهم أو تقريبا معظم الأزمنة بس بشكل سريع، وأتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم متنسوش طبعا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، إعجاب بالفيديو، ولو في عندكم أي استفسار هتحطوه في الكومنتس. وعاوز أقول حاجة إن الوحدة ديت برضو معاها ملحق الواجب أو ملف الواجب PDF، فياريت تحملوه وتحاولوا تحلوه، ولو ما عرفتوش ابعتولي في الكومنتس وانا هرد عليكم. وما تنسوش برضو ان موجود في نفس القناة عندي هنا شرح القصص المقررة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.